السلام عليكم متتبعينا الكرام، أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب .com. كل ما عليك هو الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد إن شاء الله. هذه أبرز العناوين. فوز القجع يعلن عن مباراة كبيرة للمنتخب المغربي. وفي التفاصيل، من المرتقب أن يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مباراة ودية كبيرة أمام نظيره البرازيلي. وكشف فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن خوض المنتخب الوطني المغربي مباراة إعدادية أمام نظيره البرازيلي شهر يونيو المقبل. وقال فوز القجع إنه تواصل مع رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم خلال سفره الأخير للدوحة لحضور نهائيات كأس العالم، وتفاوض معه حول خوض مباراة ودية شهر يونيو المقبل استعدادا لنهائيات كأس العالم مونديال قطر 2022. شكرا على حسن المشاهدة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.